أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، هل هو كافر أو يكفر بعينه؟ هل بعد هذا الكفر كفر؟ اللي يسوي الشيطان بالله عز وجل ويقولان هما وجهان لعملة واحدة، هذا أكبر الإلحاد وأكبر الكفر والعياذ بالله. هذا ما قاله ولا مردت المشركين والكفار. نعم.